السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم من بعد ما داز العرس جيت نشارك معكم الفطور، واخا ما حضرتش ليه الأخت ديالي صورت ليا وصيفطت ليا، كنتمنى يعجبكم التصوير ديالها، وكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش لنا اللايكات راه كتنساوهم. وفرجة ممتعة، خليكم معانا ما تمشيو فين. شفتوا ما شاء الله داكشي في المغرب تيدوز زوين ما شاء الله. الكرام 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 تبارك الله. هنا ديك القرده مقطعين القرده، واللي وريتكم الدجاج وريتكم الحليب وريتكم الدلاع، هادشي كاع جابوه في الفطور، وجابوا داكشي الدهاز ديالها وجابوا كلشي. وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو، تكونوا استمتعتوا معايا. نخليكم مع التتمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.